عدنا من جديد، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجعوا على اهم الاخبار اللي شهدناها في الساعات الاخيره، ومن جملتهم البارح شفنا العطب اللي صار، الاشكال في من حيث خدمات الانترنت عبر العالم، واللي تعطلت بشكل كبير في مختلف الاماكن. شفنا ارباك شهدته العديد من المؤسسات في المطارات، شركه النقل، البنوك، البورصات، وحتى القنوات التلفزيونيه، منهم قناه سكاي نيوز العربية الإخبارية. والبارح شفنا في ساعات متأخرة من ليلة البارح أن شركة مايكروسوفت أعلنت وقالت أنه تم إصلاح مصدر العطل والتعطيل اللي تسبب في الانقطاع العالمي لخدمات الاتصالات، لكنها أشارت إلى أنه لا يزال هناك بعض التأثير المتبقي على بعض الخدمات. وقالت الشركة في منشور على حسابها عبر أحد المنصات أنه تم إصلاح السبب الأساسي للعطل، ومع ذلك فإنه التأثير المتبقي لا يزال يأثر على بعض تطبيقات وخدمات مايكروسوفت 365، مضيفة أنها إلى الآن تجري عمليات تخفيف إضافية لتوفير الدعم. وكانت هناك موجة من الانقطاعات العالمية للاتصالات اللي تسببت البارح في تعطيل العديد من المؤسسات والمطارات والقنوات التلفزية، وكيف كيف المؤسسات الخاصة في كافة دول العالم، ووصلت حتى إلى الإغلاق، وذلك نظرا إلى إغلاق أنظمة تكنولوجية خاصة بالمعلومات. ولكن إلى الآن مازال العطب نوعا ما في الإصلاح، ولكن العطب الأساسي تم النظر فيه وأخذ فيه أهم الإجراءات. هذه هي الأكتواليتي، نمشي بموزيكا ورجعنا.